ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وقف وهو بيبصله بغضب وماسك في هدومه وبيصرخ بصوت عالي وبيقول: يعني ايه يعني؟ يعني هي فاكرة الناس كلها وناسية جوزها؟ الطبيب بلخبطة وهو بيبص الملكة قال: حضرتك هو ده اللي حصل، عندها فقدان جزء في الذاكرة، يعني ناسية اخر فترة من عمرها. مسكوا قاسم اكتر وقال: نعم انتوا بتستعبطوا، اتصرف دلوقتي خليها تفتكرني. لو سمحت يا قاسم بيه، هو هيتصرف في حاجة زي دي ازاي؟ قالت كده وبصت للطبيب اللي كان ابن خالتها وقالت: معلش يا ابي مازن، هو بس متعصب ومش مدرك هو بيعمل ايه. ايوة انا ذنبي ايه في كل ده؟ هي دي حالتها، يعني هي دلوقتي فاكرة الناس كلها الا انا. يا استاذ بقالي ساعة بكرر كلامي، هي ناسية اخر فترة بكل احداثها وشخصيتها، ابعتها لك رسالة صوتية مسجلة؟ وبعدين يا ريت محدش يحاول يقول قدامها اي تفاصيل عن السنة دي، لان ده غلط عليها حاليا. مسكوا قاسم تاني بعد ما كان سابه واتكلم بعنف اكبر وقال: نعم يا روح امك. ايه يا استاذ انت، ما تحترم نفسك. قاسم بيه لو سمحت بلاش سيرة خالته. خالته؟ ده انا هبعته لخالتك بفتيك تعملوا على العشاء، ده اتجنن بيقول لي ما عرفهاش اني حبيبها وجوزها. ما هو ده عشان صحتها، ولا انت مش خايف عليها؟ برضو خليه يشوف حل. استاذ قاسم لو سمحت كده مش نافع خالص. سحب نفسه من ايد قاسم ومال على مليكة وقال لها بصوت واطي جدا: ابوس ايدك، انا اتمرمطت قدام الممرضين، خليه يسيبني بقى. وبنروح لجودي اللي كانت قاعدة في الأوضة وجنبها ريتال صاحبتها وبيتكلموا بصوت واطي وثواني، ودخل قاسم بدون ما يخبط فصرخت بيه وقالت: انت يا كابتن، انت تاني، وازاي تدخل من غير ما تخبط؟ وازاي تدخل اصلا؟ جودي هو يعرفني؟ قالت كده وهي بتبص لريتا. وفي اللحظة دي دخلت مها وهي بتتنفس بصعوبة من شدة الجري واخدتها في حضنها بلهفة وقالت: جودي حبيبتي انت كويسة؟ ايه اللي حصل؟ مش فاكرة يا مها. ازاي مش فاكرة؟ هو في ايه؟ وقعت واحنا بنلعب، بس الوقعة جت جامدة شوية فجبناها على هنا، والدكتور بيقول عندها فقدان جزء في الذاكرة، يعني ناسية اخر فترة تقريبا. اتصدمت مها واتسعت عينيها وبصت تلقائيا لقاسم اللي كان بيشيط من شدة الغضب وهو واقف لا حول لي ولا قوة من كل اللي بيحصل، فمسكت ضحكتها بصعوبة واتكلم قاسم بغضب: مها مش ناقص والله. اوف يا مها، مين ده وبيعمل ايه هنا؟ ده واقف من بدري قوي، لا وجه حضني اول ما فقت، قليل الادب قوي يعني. نعم يا اختي. قاسم بيه الدكتور قال ايه؟ فسب في نفسه كلام الدكتور وبصت مها لريتا وقالت بتساؤل: قال ايه؟ قال ممنوع نحكي لها اي تفاصيل عن الفترة اللي هي ناسيها، ده عشان عقلها ما يحصلش عليه تشوش، وهي مع الوقت هتفتكر لوحدها ان شاء الله. قد ايه بقى ان شاء الله؟ يا اخي انا مش عارفة انت مالك وواقف هنا ليه وبتسأل ليه، اما امرك عجيب والله. وبص قاسم لمها وهو مش قادر يتحمل اكتر من كده، ودقيقة واحدة وهينفجر، وقال: مها تعالي برا عايزك. راحت وراه ووقفت قصاده بصمت واستغراب فاتكلم وقال: ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ مش عارفة. مها فوقي معايا كده، انا على اخري اصلا. ها في ايه؟ ها ايه وفي ايه؟ بقولك مش فاكراني، لا وممنوع اني افكرها، هنعمل ايه ولما تخرج هتروح على فين؟ هو على حسب تعليمات الدكتور كده هي ما تعرفش انكم متجوزين، فالمفروض
هترجع على بيتي انا وهي. ما هو ده اللي شاغلني ومعصبني، انا مستحيل اسمح بكده، مش هتخرج من بيتي مستحيل. طب هنعملها ازاي دي والدكتور قايل ممنوع نتكلم معاها في اللي فات؟ مش هنغلب، نألف اي قصة. زي ايه؟ قاسم بتفكير انتي هتجيبيها وتيجي تعيشي معاها على اساس انكو قرايبنا وبيتكو فيه مشكلة وعايزة تصليح، وانكو هتقعدوا عندنا يومين. ازاي بس؟ هي ناسية اخر فترة من عمرها، مش عمرها كله، وجودي عارفة قرايبي كلهم، يعني اكيد مش هتدخل عليها. مفيش حل غيره يا مها. بصي هتقولي لها ان امي كانت صاحبة امك من زمان، وكانت مسافرة ورجعت من السفر، ولما عرفت اصرت انكو تقعدوا عندها. اوكي؟ وتفتكر هتدخل عليها؟ جودي ذكية جدا. عندك حل تاني؟ لا. طيب شفتي اللي انا فيه؟ مفيش قدامي حل تاني عشان تبقى تحت عيني غير كده. امري لله. هي ممكن تخرج امتى؟ انا رايح لدكتور البهايم اهو، هو قال هيكتب لها دلوقتي على خروج، احتمال اخليه ما يعرفش يكتب اصلا. استغربت مها من كمية الاحداث اللي بتحصل، ودخلت لأوضة جودي ولقت ريتال بتتكلم في التليفون مع والدتها، وقفلت وقالت انا لازم امشي دلوقتي عشان اتأخرت على ماما. اوكي يا ريتا، خلي بالك من نفسك. اوكي، باي باي. اتنهدت مها بقوة وبصت لجودي وقالت الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك، عايز ادخل اغسل ايدي ووشي، حاسة شكلي مبهدل قوي. وقامت بسرعة، فقامت وراها مها وهي خايفة عليها وقالت استني اساعدك. تساعديني ليه يا بنتي؟ حتى عشان الشاشة اللي على دماغك، ما تجيش على المية. وفي لحظة شدته جودي ونزعته من على راسها وقالت ده انا مش عايزة. انت عايزة؟ لا مش عاوزة. طب خلاص. فاقت مها من صدمتها وقالت انتي مش متعورة ومفكيش دم ولا حاجة. ضحكت جودي وقالت لا، هو راح فين؟ انتي كنتي بتكذبي عليه؟ اتعالت ضحكات جودي، ومها بتبص لها بصدمة وبتقول معقول كل دي تمثيلية منك؟ بمساعدة مليكة وريتال ومازن ابن خالة مليكة. يا نهار اسود، لا فهميني بسرعة ايه اللي حصل قبل ما يرجع. عايز اعرف الحقيقة، وكمان اربي كلمت مليكة واتقابلنا برا المدرسة، واتفقنا انا وهي وردت على الخطة دي، واللي ساعدنا اكتر مازن ابن خالة مليكة لانه دكتور هنا، عشان كده جينا المستشفى دي. ومليكة كلمت قاسم من ابليكيشن بيغير الاصوات وقلدت صوت النظرة، بس كده، ده كل اللي حصل. انتوا اطفال انتوا؟ ده انا وانا في سنكوا كان كل طموحي ازاي اعمل خطة عشان اعرف احط روج وماما ما تزعقش. وبعدين ده جوزك حالته صعبة قوي. وحكت مها خطة قاسم عشان تفضل في بيته، فضحكت جودي وقالت تصدقي وفر عليا تفكير كبير، اصلي كنت بفكر في خطة جديدة عشان افضل عايشة في بيته. وانتي عايزة تفضلي في بيته ليه؟ عشان يبقى قصاد عيني وكمان اعرف الحقيقة وربيه شوية. امال انا كنت بعمل كل ده ليه؟ عشان اروح اقعد عندك؟ يا فرحتي، ده انتي دماغك سم. بس هبلة قوي الخطة بتاعته دي. معلش على قد سنه وجيله، ده انتو جيل ما يعلم بيه الا ربنا. الوانا اللي خايفة عليكي من قاسم مهران، تصدقي لأول مرة يصعب عليا فيها. يعني عاجبك حياته واللي كان بيعمله؟ بصراحة لا. طيب وبعدين اضمن منين انه بعد جوازنا بشوية ما ترجعش ريما لعادتها القديمة؟ صح، ربي يا بنت. ضحكت مها وجودي على اللي هيعملوه في قاسم، وبدأوا يجمعوا حاجتهم. وبعد شوية دخل قاسم من غير ما يخبط، فاتكلمت جودي بدي وقالت انت يا استاذ انت، ايه اللي جابك هنا تاني؟ وبعدين بتدخل من غير ما تخبط ليه؟ افرض كنت بغير. جز على سنانه بغضب، اما مها فبتبص لها بدهشة وهي بتستكشف قدرات بنت خالتها في التمثيل. واتكلم قاسم وهو بيجز على اسنانه وقال مش انا سمها، فهمتك انا مين؟ يا جودي، ده ابن صاحبة ماما اللي حكيتلك عليها، اللي هنعيش عندها اليومين دول. جودي وهي بتتصنع الضيق اوف. اوكي يلا،
بص لها قاسم وهو بيتنفس بغضب. فاللي بيحصل معاه الأيام دي مش قليل إطلاقا. وبعد شوية كانوا راكبين العربية وقاسم هو اللي بيسوق بيهم، وكل شوية بيبص لجودي اللي بتبعد وشها عنه وهي بتتصنع البرود خايفة من ان تنفجر في الضحك قصاده ومن هيئته وينكشف امرها، ومها راكبة معاهم وبتتابع اللي بيحصل بدهشة كبيرة، لان قاسم مهران زير النساء المعروف هيتربى من جديد على ايد بنت خالتها، وده اللي مش قادرة تعقله نهائي. ووصلوا لفيلته ولقوا والديه في انتظاره زي ما وصاهم في مكالمته، واللي شرح فيها الوضع الجديد نوال وهي بترحب بمها بتمثيل وبتقول: اهلا اهلا يا حبيبتي، نورت البيت. منور بحضرتك يا طنط. وفي الوقت ده كان قاسم مركز بنظراته على والده اللي بيجاهد لكبت ضحكته، لكنه ما قدرش اكتر من كده وانفجر في الضحك وهو بيمد ايده لجودي وبيقول: اهلا وسهلا يا بنتي، انا عمك مجدي ابو الاسد. اما جودي فبتجاهد باقصى قوة عشان ما تضحكش، وحاولت تتكلم بجدية وهي بتقول: اهلا بحضرتك، بس تصدق يا عمو انا اصلا لسه مش عارفة الكابتن ده اسمه ايه. لا مش قادر، اسمه اسد، ساعات بندلعه نقول له يا سبع، اصله جامد قوي. مجدي وبعدين جودي وهي بتبص لقاسم اللي عايز ينقض عليها وعلى والده وقالت له بتساؤل: اسمك اسد؟ ايه مش باين عليه، ما هو ملحقش يثبتلك او معرفش، الله اعلم، مش قادر مش قادر بجد. اسمي قاسم، وياريت لو خلصتوا تعارف ندخل جوه عشان نتغدى، تلاقيكوا جايين تعبانين، اطلعوا غيروا وارتاحوا لحد ما الغدا يجهز. يا وداد وداد. نعم يا هانم. خد البنات لأوضهم. نعم. ايه يا قاسم، البنات محتاجين يرتاحوا. قالت كده وهي بتفكروا بالوضع الجديد، فتنفس بغضب وطلع لأوضته ورفقت وداد مها وجودي لأوضتهم اللي تخصصت ليهم، فبصت لهم نوال لحد ما اختفوا، وبصت لمجدي وقالت: في ايه يا مجدي؟ ما بالراحة على الولد شوية، نازل عليه ترياقة وضحك من امبارح، في ايه مش كده؟ يلا خليه يتعدل، بس تعالي هنا، ايه الحنية دي؟ مش كنتي مش متقبلة البنت خالص؟ ايه يا مجدي، هو انا يعني ما عنديش قلب؟ البنت تعبانة وعندها ظروف، ده غير اني كنت معترضة عشان سنها وانها مش قد عالم قاسم، لكن البنت في حد ذاتها انا عارفة انها كويسة، ده غير انها خلاص بقت مرات ابني، يعني شايلة اسمنا. كنت عارف ان قلبك طيب يا نوال، والفلوس ما غيرتكيش. بصت له بابتسامة وراحت عشان تشرف على الاكل. اما فوق فكانت قاعدة وهي حاسة بتوتر، فسمعت خبط على الباب واستجمعت قواها وقالت: اتفضل. ولقت مجدي واقف قصادها وتكلم وقال: ممكن ادخل؟ اتفضل. امال فين قريبتك؟ بتاخد شاور. ابتسم وهو بيبص لها بعمق وغموض وقال: بتمثلي عليه مش كده؟ بصت له بصدمة وخوف وابتسم تاني وقال: ما تخافيش يا بنتي، انا معاكي مش ضدك، خليه يتربى شوية. حضرتك عرفت ازاي؟ الزمن اكبر مدرسة يا بنتي، عايزك قوية واعرفي اني معاكي في اي حاجة، وكلامنا ده محدش هيعرفه غيرنا، انا وانتي وقربتك. اتصدم التاني فابتسم وقال: عارف ان هي كمان عارفة، انا معاكي في اي وقت تحتاجيني فيه. يلا غيري عشان ننزل نتغدى كلنا، وانا هسبقكو على تحت. وعد الغدا ما بين نظرات مجدي وهو بيحاول يمسك نفسه من الضحك وتوتر مها وتصنع جودي اللامبالاة، بالرغم من انها بتترعش من الخوف والتوتر، وقاسم اللي عيونه بتطلع حمم بركانية، فساب الاكل وطلع لقطه عشان يحاول ينام ويريح عقله شوية. وفي اليوم التاني صحي قاسم وقالت له الخدامة ان جودي راحت للمدرسة
زي عادتها، فتوعد لها لأنها لسه تعبانة. وبعد شوية رجعت مها من الشغل، وكمان نوال ومجدي، وكانوا قاعدين مع بعض في الوقت اللي دخلت فيه جودي وهي ماسكة بكف يامن. فانتفت قاسم بغضب، ولكن اتكلمت جودي باللي جعل قاسم حيقوم بقتلها، وقالت كده يا مها ما تقوليش ان انا ويامن اتخطبنا من شهرين، اخص عليكي بجد. اتسعت عيون الجميع من الصدمة وهم بيبصوا لقاسم اللي هب من مكانه بغضب شديد، لانه الحد هنا ومش هيتحمل، لانه تحمل كل اللي عملته، بعدها وجفاها وحتى تمردها اللي مش مناسب لشخصيتها، وكل ده وهو مقدر للي حست بيه وهي فاكرة بيخونها. ولكن لحد كده وكفاية. فمسك يامن من قميصه واتكلم وقال انت ليك عين تيجي هنا وتقرب كمان منها، انت رافع كم حباية، يلا شيل ايدك عني، انا جاي لخطيبتي. لا ده انت رافع الشريط كله، ايدك اللي لمستها دي انا هقطعها لك. ابتلعت جودي رقها وقالت بلخبطة وهي بتحاول تمثل القوة، ايه يا كابتن انت، شيل ايدك عنه، ازاي تكلمه كده؟ بص لها قاسم وقال حافظ الفتحة؟ اقريها على روحك وروحه. قال كده ووجه لكمة شديدة ليامن وانقض عليه وهو بيضرب فيه بقوة وغاز بسبب بجاحته وتجرؤه انه يتحداه. فيامن استغل مرض حبيبته وفهمها انه خطيبها، فجير الجميع باتجاههم وحاولوا يخلصوا يامن من بين ايدين قاسم. فاتكلم مجدي بصرامة، قاسم سيبه، الولد هيموت في ايدك، قاسم قلت سيبه. وشاور لبعض الخدم والحرس عشان يتقدموا ويبعدوا يامن اللي شبه فاقد للوعي. فرفع قاسم عينه المحمرة لجودي اللي بتحاول تستجمع قوتها، وبصت لأمها وهي بتقرا الفاتحة على روح بنت خالتها الطيبة. واتكلمت جودي وقالت ممكن افهم ضربته ليه وبأي حق؟ كان هيتكلم بغضب شديد، ولكن قطعه مجدي وقال لجودي استنى يا قاسم، ايه اللي حصل يا جودي؟ يامن جه في البريك وقال لي الف سلامة واسف اني ما قدرتش اكون اول واحد معاكي في المستشفى، بس انا كنت مسافر. قلت له ولا يهمك يا يامن، واحنا طول عمرنا اصحاب واخوات، واتفاجئت بيه بيقول لي اخوات ايه، احنا بنحب بعض، وانت اعترفت لي بحبك من شهرين وانا كنت ما صدقت، واتخطبنا على طول، واننا كنا متفقين ننزل بكره نجيب الدبل. دبل؟ نعم يا حلوه. شايف يا عمو؟ كملي، وايه اللي خلاكي صدقتيه؟ بصراحه يا عمو ما كنتش مقتنعه خالص، بس هو اكد لي لما اخدني قابلنا طنط جميله مامته. خدك فين يا عينيا؟ ثانيه يا قاسم، وهي اكدت لك كلامه؟ بس يا جودي مش الدكتور قال محدش يحاول يفكرك بالفتره اللي نسيها عشان ما يحصلش مضاعفات؟ ايوه صح، بس هم قالوا لي انهم ما كانوش يعرفوا. ما كانوش يعرفوا ولا بيستعبطوا؟ انا مش هسكت اكتر من كده. قاسم! فاندفع قاسم للخارج بمنتهى الغضب، وبصوا الجميع لي لحد ما اختفى. فاتكلم مجدي وقال مها خدي جودي فوق عشان ترتاح. حاضر، عن اذنك. وطلعت مها مع جودي لفوق، واول ما وصلت للأوضة دفعت جودي للداخل وتأكدت من انها قافلة الباب، ومسكت يد جودي واتكلمت وقالت انت اتجننتي يا جودي، دي خطة من خطتك صح، بس المرة دي بموتك. قاسم ممكن يعدي الموضوع لما يعرف بلعبتك، لكن تجيبي واحد وتقولي انكم مخطوبين كده انت زودتيها قوي. اهدي عليا بس، ولا خطة ولا نيلة، انا اتفاجئت واتحطيت في الموقف، وكنت واقفة فاتحة بقي مترين من الصدمة، وانا بسمع يامن بيضحك عليا وبيستغل تعبي. ايه يعني دي مش من ضمن خطتك؟ لا طبعا، هو انا متخلفة للدرجة دي يعني؟ طب وايه خلاكي تسكتي؟ ما كنتي قلتيله انكم مش مخطوبين ولا حاجة؟ لأسباب كتيرة قوي،
أولهم وأهمهم إني شكيت في يامن اللي حضر كتب كتابي وفرحي وعارف بعلاقتي بقاسم من أولها، واللي زود شكي أكتر إنه جاب أمه طنط جميلة اللي هي صاحبة أمي الروح بالروح تمثل عليا هي كمان وتأكد لي كلامه. فافتكرت قاسم لما كان دايما متضايق من علاقتي بيه، وكمان اتهم إنه هو اللي عمل فيه فخ عشان يوقعه قدامي. ومليكة كلمتني وقالت لي إنه راح المستشفى وسأل مازن على حالتي، وطبعا مازن خاف لا يكون حد تبع قاسم فقال له نفس الكلام اللي قاله القاسم، فكده بقى عارف ان قاسم ما قالش اننا متجوزين. ما كانش ينفع اقول قدامه انت كذاب، خفت يكشفني دلوقتي قدام قاسم وانا لسه عايزة اعرف قاسم ان كان خني ولا لا، وكمان يامن عمل كده ليه. وده اكد لي انه ممكن فعلا يكون مشترك في لعبة على قاسم ويطلع كلام قاسم صح. ففكرت مها في كلامها وقالت هو انت عندك حق، بس حد يلعب مع الاسد يا جودي ده كان هيبلعك تحت، انا قريت الفتحة على روحك. وانا قريتها 10 مرات وتشاهدت يجي 100 مرة. طب وهتعملي ايه؟ مش عارفة. نعم مش عارفة ازاي؟ مش حتى خطة كمليها. خطتي بس بلانيلة ده انا هبلة، اما نشوف الايام هتوصلنا لفين. وتنهدت بحزن وقالت انت عارفة انا اكتر حاجة مأثرة فيا ايه؟ ايه؟ يامن انا طول عمري بعتبره اخويا وقريب مني جدا، ليه يعمل كده؟ شوفي الفرق ما بينه وبين قاسم، لما عرف خاف عليا رغم انه جوزي وما فاتش على جوازنا يومين، وكان ممكن يجي يقولي احنا متجوزين ويسيبنا نصدم شوية وخلاص، لكن هو ما عملش كده، خاف عليا وفضل صحتي على راحته وعلى حقه. لكن يامن استغل تعبي او اللي المفروض اني تعبانة، لا ومامته كمان اشتركت معاه طول عمرها مدلعة فرفور قوي. لكن قاسم لا، قاسم ده حاجة تانية، طول بعرض هيبة كده وله كلمة وشخصية، حتى بابا بيعمل له حساب. الله الله، انا رأيي توقفي اللعبة الهبلة دي وتروحي تلحقي جوزك، سمعت ان الدنيا جاية النهاردة من السفر. عرفتي منين؟ من الشركة، ولما جيت هنا لقيتها بتكلم مامة قاسم وعزمت نفسها هنا على العشاء، والست اتحرجت جدا وما عرفتش ترفض. هي عرفت اللي حصل؟ مش عارفة، بس انها تعزم نفسها على العشاء عند الناس كده وتفرض نفسها عليهم، لا وفي نفس اليوم اللي جاية فيه من السفر، دي تصرفات واحدة مش عايزة تضيع وقت. عندك حق، كده يبقى عرفت. طب مين اللي قال لها؟ ما حدش يعرف موضوعك ده غير انا وانتي وقاسم وريتا ومليكة ويامن. معقول؟ مش عارفة، بس ريتا ومليكة مستحيل يعملوا كده ولا حتى يعرفوا دنيا، وقاسم برضو مستبعدة، يبقى مفيش غير يامن. تصدقي كده بدأت الخيوط تتجمع، وممكن يامن يطلع مشترك معاها. انا مصدومة بجد. هو ده وقت صدمة؟ الحق الراجل هيطير منك، الدنيا دي مش سهلة. طب ما نعزم يامن كمان على العشاء. ايه انت اتجننتي؟ حد يحط النار جنب البنزين ويقول هي ولعت ليه؟ وكمان انت ناسية ان احنا المفروض هنا ضيوف، مش بيت ابونا هو. ايه ده بيت جوزي، يعني بيتي. قاسم وحشني قوي. امال لو مش وحشة كنت هتعملي فيه ايه تاني اكتر من كده؟ الله، مش هو اللي بدأ يعني اللي عمله شوية؟ اهدي شوية يا جودي، احنا لسه مش متأكدين عمل كده ولا دي لعبة، واديكي شفتي تصرفات يامن. عندك حق. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تعزمي يامن على العشاء، مش خطيبك؟ مها انت عندك انفصام في الشخصية، مش انت اللي قلتي من شوية بلاش نحط النار جنب البنزين؟ اسمعي بس، الموضوع كده هيطول ويبوخ، وقاسم مش هيفضل صابر عليك كتير، والصراحة الراجل صعبان عليا، ده لسه عريس جديد يا ناس، يقوم يحصل فيه كل ده. وانا كمان بصراحة حاسة اني زودتها، خصوصا بعد موضوع الزفت الخطوبة ده، ده عينه كانت بتطق شرار يا مها. يبقى نحط النار جنب البنزين ونولعها حريقة. ناوية على ايه يا مها؟ اسمعي. وحكت مها خطتها لجودي، واللي ردت وقالت المزات دماغك دي المزات،
بتفكريني بالبنت مليكة. وضحكوا البنتين وهم بيخططوا للمساء وللعشاء الكارثي اللي هيجمع دنيا ويامن وقاسم وجودي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل في اليوم ده؟ وهل خطة جودي هتنجح وهتقدر تكتشف حقيقة خيانة قاسم ليها ولا لا؟ وايه رد فعل قاسم على كل اللي بيحصل؟ كل ده في حلقتنا الجاية بإذن الله، واللي هتكون حلقة ما قبل الأخيرة. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه توقعاتكم للحلقة الجاية، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك، هي مجرد ضغطة زر لكن بتفرق معايا جدا. ولو انت مش مشترك في القناة اتمنى تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.